يعاني قصار القامة في مصر من مشاكل عديدة حالت دون انخراطهم في المجتمع، ورغم التهميش والنسيان إلى أنهم استطاعوا فرض تواجدهم على المجتمع وأرغموا على تقبلهم بالمجهودات الذاتية من خلال إنشاء نقابة تجمع قصار القامة توحد كلمتهم وتكون بمثابة المعين لهم في تخطي عقبات الحياة. النقابة انشئت لما إحنا ما كانش لنا أي سند قانوني نواجه الدولة بيه أو نتكلم عن مشكلتنا الخاصة بالأقزام على مستوى الجمهورية، فعملنا النقابة وبنتكلم من خلالها وبنعمل نشاطاتنا كلها من خلال النقابة، وفي نفس الوقت برضو يعني النقابة بتدافع عن حقوق الأقزام. في محاولة لسد ثغرة كبيرة في عالم الملابس جاءت فكرة إنشاء مصنع لقصار القامة ولأقرانهم في الإسكندرية. الفكرة دي جات للسنة اللي فاتت لما لقيت إن كل الناس اللي بتروح تشتري ملابس بتتعب جدا من شراء الملابس وبتتأثر بنفس الثمن اللي هو بيشتري بيه، فإحنا قلنا لازم نشيل الموضوع دوت ونقف مع الأقزام في الموضوع ده، إن إحنا نعمل مصنع الخاص بالأقزام ونوزع مشغولاته أو الشغل بتاعه على جميع أنواع أو جميع محافظات مصر. تدقق نظرها وتجلس بقامتها القصيرة وأناملها الصغيرة تحيك قطعة من الملابس في متسعها الذي وجدته أخيرا داخل أول مصنع لتفصيل الملابس للأقزام. الأيدي العاملة هم قصار القامة والمنتج يقدم لهم أيضا. كان حلم حياتنا إن إحنا نعمل مصنع للأقزام هيكون مثلا بدرجة أولى إن هو يصنع ملابس القزم سواء من مرأة لرجل، لأن طبعا إحنا بنعاني من شراء ملابسنا سواء بنقصرها سواء بنضيقها علشان تتأقلم وتكون مناسبة لنا. حسينا إن إحنا هنحقق حاجة لنفسنا، أقل حاجة هنلاقوا مقاساتنا، لأن كنا بنلاقوا صعوبة جدا لما ننزلوا المحلات ونروحوا نلاقوا المقاسات نقصروا ونقيفوا ونعملها، فكان دي بنلاقوا صعوبة. ولما اتفتح المصنع فرحنا جدا، حاجات كتير اتغيرت لما المصنع اتعمل وتلمينا مع بعض صحبة ورايحين جايين مع بعض، ما كناش بننزلوا ما كناش بنطلعوا، بقينا كلنا يد واحدة مع بعضنا رايحين الشغل جايين من الشغل، برضو كان لها كيان تاني في حياتنا. تعددت المشاكل التي يعاني منها هؤلاء وعلى رأسها سوء المعاملة وعدم القدرة على الحصول على وظيفة ملائمة لظروفهم الخاصة. في مشاكل كتير، أولها تأمين صحي، ما فيش تأمين صحي، احنا بنناشد وزير الصحة من خلالكم ان هم يشوفوا لنا تأمين صحي، احنا أسوياء زينا زي أي ناس. ليه ما يكونش لنا الحق في السيارة المجهزة؟ للأسف طول السلمة في الأوتوبيس 60 سنتي، أنا عندي أقزام طولها 70 سنتي، يعني قد ايه قد ايه المعاناه وقد ايه الصعوبه ان يطلع كده. مشاكل بتقابلنا المواصلات، الناس نظره الناس لنا في الشوارع. يعيش الاقزام في بيئه لا تناسبهم فيبذل القزم مجهودا كبيرا للتعايش مع الاخر، شريحه ليست بقليله تتعايش في معترك الحياه. رامي محمد، تحياتي.